جولة جديدة بين الصحف العربية والأجنبية، أهلا بكم. والبداية مع مانشيت. بداية مانشيت مع صحف دمشق التي طالعتنا بتقدم الجيش العربي السوري في أرياف دمشق وحلب واللاذقية بالتوازي مع الأهداف التي حققتها الغارات الروسية على معاقل التنظيمات الإرهابية. نقرأ من صحيفة الثورة السورية أبرز العناوين. أبرز عناوين الصحيفة نقرأ منها لهذا اليوم جاء على صفحتها الأولى: الجيش يتقدم بريف دمشق ويستعيد مناطق بلاس والتل الزهمول والدباغات وتلة الشهيد بريف حلب الجنوبية ويقضي على 300 إرهابي بريف اللاذقية. الطيران الحربي الروسي ينفذ 36 طلعة جوية على 49 موقعا لتنظيم داعش الإرهابي في أرياف حماة وإدلب واللاذقية ودمشق وحلب. روسيا سوريا تتحمل عبء مكافحة داعش، وجدوى التحالف الأمريكي شبه معدومة. عشرات القتلى ضحايا غارات العدوان السعودي، والجيش اليمني يسيطر على معسكر مجاميع هادي في البيضاء. الانتفاضة مستمرة، 6 شهداء في القدس والخليل. إسرائيل تعدم فلسطينيين ميدانيا وترفض وجود قوة دولية. نبقى مع الصحف السورية التي ركزت على العمليات الميدانية للجيش ورفع مستوى التعاون مع الصين. نقرأ أهم ما جاءت به الوطن من عناوين. إذا أبرز عناوين الصحيفة نقرأ ما جاء فيها على الصفحة الأولى لهذا اليوم: قضى على 300 إرهابي في ريف اللاذقية وحرك جبهة غوطة دمشق من ناحيتها الجنوبية الشرقية. الجيش يفتح ناره على المسلحين في 8 محافظات ويواصل تقدمه. الهلال من مزارع الأمل وتل أحمر. الجيش يعيد رسم خريطة العالم السياسية. الجيش يتقدم في كل جبهات ريف حلب والنصرة تخذل إرهابيها. ظريف دعا جميع الدول إلى التعاون للتصدي للإرهاب في سوريا، وشتاينماير يؤكد تقارب الأفكار حولها. سوريا والصين تتفقان على تعميق التبادل والتعاون بينهما. أنصار الله يوافقون على القرار 2216 ويشددون للقبول بورقة النقاط 7. أما صحف القاهرة ركزت على الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخارج والتي ستفتح أبواب مراكزها اليوم للمصريين في 14 محافظة كمرحلة أولى. نقرأ من الأهرام. إذا أبرز عناوين الصحيفة المصرية نقرأ منها: احتشدوا من أجل مصر، الرئيس السيسي زرعوا بأصواتكم الأمل، والشباب بحماسه وأخلاقه قادر على الحسم. صناديق الاقتراع تنتظر 27 مليون ناخب اليوم في 14 محافظة. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي. الليبيون يتظاهرون رفضا لاتفاق الصخيرات. العفو الدولية تطالب ميركل بمناقشة حقوق الإنسان. بيولا أمريكي تراجع حاد في شعبية الرئيس التركي. بينما ركزت صحيفة الديار اللبنانية في عناوينها اليوم على تطورات انتفاضة السكاكين بالإضافة لعرضها مجمل الأحداث الجارية في الساحة اللبنانية. إذا نقرأ من الصحيفة أبرز عناوين هذا اليوم جاءت كالتالي: انتفاضة السكاكين 41 شهيدا و5452 جريحا حصيلة الوحشية الإسرائيلية. المستوطنون يوزعون الحلوى احتفالا بقتل فلسطيني، والضفة تشيع الشهداء. التيار الوطني يرد على المشنوق: من رفض تسوية الترقيات عطل البلاد. إذا تأمن مطمر البقاع في الساعات المقبلة جلسة للحكومة الثلاثاء. نقرأ كذلك: الحراك يهز السياج في رياض الصلح والعسكرية، اعتقال الناشطين مستمر وعكار تبدأ عريضة الرفض. نقرأ كذلك من الديار: أوباما ينحاز للاحتلال في مواجهة الفلسطينيين العزل، موسكو تسليح الإرهابيين في سوريا لن يمر دون عواقب. بالانتقال إلى صحف الأرض المحتلة نجد أنها ركزت على دحض مزاعم الطعن التي ظهرت عبر فيديو فصدرت شهداء المدن الفلسطينية لأولى عناوينها التي نطالع منها ما جاء في الحياة الجديدة. إذا أبرز عناوين الصحيفة: الاحتلال والمستوطنون يعدمون 5 مواطنين، وفيديو يدحض مزاعم الطعن. الخليل تشتعل بعد 3 عمليات اعدام لشابين وفتاة، والمستوطنون يحتفلون. الاحتلال يغلق حاجز قلنديا بعد استشهاد الشاب عمر محمد الفقيه من قطنة. الحمد لله يقول الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد.
عريقات يدعو مجلس الأمن إلى تحديد معايير ومبادئ الحل الدائم للنزاع. نيويورك تايمز: إذا أرادت إسرائيل وقف ثورة السكاكين فعليها إقامة دولة فلسطينية الآن. بينما ركزت صحف بغداد على المطالبات الجماعية بمشاركة روسيا للقوات العراقية في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي. إذا نقرأ من صحيفة الصباح الجديد أبرز عناوين لهذا اليوم. التحالف الوطني يطالب العبادي بدعوة روسيا للمشاركة بقصف مواقع تنظيم داعش الإرهابي في العراق. تنظيم داعش الإرهابي يلجأ للدفع المالي لإغراق المقاتلين أو لإغراء المقاتلين الجدد. ضبط مواد متفجرة في بيجي تكفي لتفخيخ أكثر من 100 صهريج. الأركان الروسية: ننسق مع العراق جويا، والقدرات الأمريكية غير المحدودة، قصص للأطفال. المجر تغلق حدودها مع كرواتيا لمنع تدفق اللاجئين، والطيران يقصف رتلا من سيارات داعش في القيارة. الجيش السوري يتقدم جنوبي حلب، أوباما مستعدون للحوار مع كوريا الشمالية. أخيرا نتوقف عند صحف السلطنة التي صدرت أكثر الملفات العربية سخونة لأولى عناوينها. نقرأ من الوطن: الفلسطينيون يطالبون بتحقيق دولي في الأعدامات الميدانية وينشدون تدخلا روسيا. نقرأ كذلك: الجيش السوري يتقدم بحلب والعراق يمضي في عملية بيجي. روسيا تحذر داعش يعتزم التمدد وواشنطن غير مستعدة للتعاون. مصر: 12 مهاجرا غرقا قبالة تركيا والمجر تغلق حدودها أمامهما. مصر: مكاتب الاقتراع تفتح أبوابها في 14 محافظة لاختيار النواب اليوم. البحرين: الخليج يتفاوض مع أمريكا لامتلاك منظومة صاروخية. مشاهدينا، إلى هنا ننهي ماشيط وننتقل لتقرير لأهم ما تناولته أقلام الكتاب في إصدارات هذا اليوم. قالت الوطن العمانية في تعليقها الرئيسي: المشاركة الروسية إذا عملية موثوقة لتحقيق حل بدأ الرهان عليه منذ أيامه الأولى، وهو يحقق يوميا خطوات إيجابية، وليست النجاحات التي يحققها الجيش العربي السوري على الأرض سوى من ثمراته، والأمل المعقود عليه أكثر فأكثر كما تدل المعارك في الميدان، وكما يؤشر إلى ذلك أكثر من خبير وصاحب معلومات وقادر على قراءة التطور الجديد للأزمة السورية. قال سميح صعب في صحيفة النهار اللبنانية: الأفضل للولايات المتحدة أن تقبل من المعادلة الجيوسياسية الجديدة التي فرضها الدور المتصاعد لروسيا في سوريا أو في أنحاء أخرى من العالم، وخصوصا في أوروبا. وربما كان هذا الخيار أفضل لأمريكا وللعالم من خيار التركيز على كيفية هزيمة روسيا وإثبات كون دورها محكوماً عليه بالفشل، وكأن الدور الأمريكي منذ 5 أعوام في سوريا كان يسير من نجاح إلى نجاح ولم يتسبب بتدمير هذا البلد وجعل الإرهابيين يسيطرون على أجزاء منه باسم الإصلاح والديمقراطية. قالت كريمة الروبي في المنار المقدسية: لا شك أن أي رفض للضربات الروسية الموجهة ضد تنظيم داعش الإرهابي لا يخدم سوى المصالح الأمريكية. تلك الضربات التي ستعري وتفضح علاقة أمريكا بالتنظيمات الإرهابية وتقضي على مؤامراتها، وبالتالي تنقذ المنطقة العربية من مصير كادت أن تلقاه بفضل هؤلاء العملاء الذين يتطوعون لخدمة الاستعمار في صورته الجديدة. يرى محمد خروب في الرأي الأردنية أن معارضة الدمى السورية الخارجية انتهت وبدت وكأنها خارج التاريخ أو لم تعد ذات صلة بعد أن استنفدت أدوارها ولفظها الأصدقاء قبل الأعداء، وليس ثمة من يراهن على أي دور يمكن لهؤلاء الذين ملأوا الدنيا ضجيجاً وصخباً وعقدوا المؤتمر تلو الآخر وتصدروا الشاشات وحظوا بالاستقبالات والمهرجانات أن ينهضوا به، لأن المشغلين والممولين والمانحين أغلقوا الحنفيات ومزقوا دفاتر الشيكات، ولهذا تجدهم يلجؤون إلى أي سبيل أو وسيلة لتذكير الآخرين بهم أو عرض خدماتهم، لكن الأبواب مغلقة، فالساحات والميادين العسكرية هي التي ستحسم الأزمة السورية. أخيراً، يقول عصام نعمان في الخليج الإماراتية: التقدم الروسي على الأرض وفي السماء كشف الحدود المتواضعة لمنجزات التحالف الدولي ضد داعش والإرهاب، حتى أن التقارير والتسريبات التي تصدر عن واشنطن تنطوي على فضائح موصوفة في هذا المجال.
أول هذه التقارير تحدث عن تزوير رسمي متعمد في التقارير عن إنجاز الضربات الجوية الأمريكية، والتقرير الزائف الثاني يكشف الحدود المتواضعة والأعراض الجانبية الكارثية التي تصاحب عملياتها بما فيها سقوط مدنيين أبرياء. سوريا الحاضرة دائما في عناوين الصحف، وعمليات الجيش التي تصدرت المانشيت الأول فيها تعلن يوميا اقتراب موعد النصرة. من القنيطرة إلى حلب، فاللاذقية، فحمص، فحماة، فدمشق، جبهات يقودها الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب. هذه التطورات وغيرها نناقشها مع ضيفنا من تونس الكاتب توفيق بن رمضان. تحية لك أستاذ توفيق. مرحبا، شكرا. مرحبا بك أستاذ توفيق. الجيش العربي السوري يواصل مواجهة الإرهاب والتصدي للإرهاب على كامل الجغرافيا السورية، أكثر من 10 جبهات الجيش السوري يتصدى من خلالها للإرهابيين ويتقدم في جميع هذه الجبهات. من الناحية الاستراتيجية أهمية ذلك، خاصة أن هذه الجبهات هي مفتوحة في وقت واحد. هو عمل عظيم ولا تقدر عليه أعطى الجيوش العالم، فالمؤامرة العالمية المتصهرة من دول الغرب المتصهرة على سوريا، تمكن الجيش السوري من التصدي لها رغم التآمر العظيم الذي لا يمكن ان يعني تقوى عليه جيوش العالم والدول القوية. نعم أستاذ توفيق، اليوم هذه الفعالية، هذه النتائج الملموسة التي نتابعها للتحالف الفعلي لمكافحة الإرهاب، ونتحدث عن هذا التعاون والتنسيق السوري الروسي، برأيك هل من الممكن أن تدفع دول أخرى للانضمام لهذا التحالف؟ هل ممكن أن نشهد توسيع لهذا التحالف الفعلي اليوم لمكافحة الإرهاب؟ بدون شك هو من مصلحة الدول أن تكافح هذه الفوضى وهذا الإرهاب، لأنه سيطالهم جميعا آجلا أم عاجلا وقاتل. كتبتها منذ بداية الأزمة في أحد مقالاتي في معنى التي نشرتها تقريبا في سنة 2012. نعم. وقلت خاصة على أردوغان أن الأمر سيصله وها قد وصله، وسيطال دولته وها قد نرى عمليات وتفجيرات في تركيا. نعم. في مقال نشرته بعنوان أيها الأردوغان لقد خيبت آمالنا. نعم، هذا عن الدول الداعمة للإرهاب أستاذ توفيق. قصدت الدول التي تعاني من الإرهاب، المتضررة من الإرهاب، هل من الممكن أن تنضم إلى هذا التحالف الفعلي الذي نتابع اليوم نتائجه الملموسة على الأرض، ثم سوف نتابع ونسأل عن الدول الداعمة للإرهاب؟ طبعا من مصلحة الدول المتضررة من الإرهاب أن تتحالف وتنضم إلى هذا التحالف، لأنه التحالف الحقيقي الذي يحارب الإرهاب والتطرف. أما التحالف المغشوش الذي تترأسه أمريكا المتصهينة هو تحالف يستثمر في الإرهاب. نعم أستاذ توفيق، بما أنك جئت على ذكر الدول الداعمة للإرهاب منها تركيا، قطر، السعودية ودول أخرى داعمة للإرهاب، ماذا عن هذه الدول في ظل المعادلات الجديدة والتي الموجودة اليوم في المنطقة؟ هم خسروا المعركة، ولكن المصيبة أن دول عربية تتحالف وتنفذ أجندات صهيونية غربية ضد دول عربية، وهي حسب رأيي هي معركة مملكات عربية ضد الجمهوريات، لأن في ازدهار الجمهوريات يقع أفول المملكات. نعم أستاذ توفيق، اليوم هذا ما حصل في العراق وسوريا الآن. نعم نعم، هناك تغييرات، أنها معركة معركة المملكات، بعض المملكات الخليجية ضد الجمهوريات العربية، لأن في ازدهار وتطور الجمهوريات، هذا يهدد خطر على هذه المملكات. نعم أخيرا، نشهد تغييرات بطبيعة الحال اليوم ليس فقط في المنطقة، في العالم، كيف ترى شكل المرحلة المقبلة بناء على هذه المتغيرات والمعطيات الجديدة وأهمية ما يتحقق في الميدان السوري وبطبيعة الحال الذي سيترك أثره على كامل المنطقة؟
طبعا بحول الله الانتشار قادم، وطبيعه من الطبيعه ان تتحالف ايران وسوريا وروسيا، لان اذا راينا امريكا فهي في المسافات بعيده، معناها وبين امريكا والمنطقه الاف الكيلومترات ومحيطات، فليس من السهل ان يصلوا الي الارهابيين. اما ايران وروسيا فالارهاب على قريب منهم على مرمى حجر. نعم. وهذا التحالف بحول الله سيقدم انجازات وسينجح. اشكرك جزيل الشكر. على الارض الان التي يحققها الجيش السوري. اشكرك جزيل الشكر الكاتب والصحفي الاستاذ توفيق بن رمضان، كنت معنا عبر الهاتف من تونس، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا اما الان ننتقل الى اسرار لم تعد كذلك على صفحات الصحف بعد الفاصل. وثائق جديدة تؤكد تورط حزب العدالة والتنمية التركي بدعم المجموعات الإرهابية في سوريا، نشرتها وسائل الإعلام التركية التي نقلتها اليوم صحيفة الثورة السورية، حيث أكد عضو البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري أران أردام وعلي شكر وجود علاقة وثيقة بين أجهزة الدولة التركية وعناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل تركيا، موضحين أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان على علم أيضا بكل التفاصيل الخاصة بنشاط عناصر داعش في تركيا، مبرزين وثائق في هذا الخصوص تؤكد أن أجهزة الاستخبارات التركية على علم تام بأسماء الانتحاريين الذين نفذوا التفجيرات في أنقرة وسروجة. كما أشارت الوثائق إلى أن 19 من الإرهابيين ما زالوا أحرارا يتجولون كما يشاءون داخل تركيا. إذا نتابع مع هذه الوثائق الخطيرة التي أبرزها البرلمانيان التركيان، وهذه الوثائق هي رسمية تثبت علاقة المخابرات والأجهزة الأمنية التركية بتنظيم داعش الإرهابي منذ عام 2013، ونقلت تفاصيل ووثائق وأدلة عن توجه الإرهابيين إلى الرقة وتل أبيض وإدلب وتدريباتهم هناك، ثم العودة إلى تركيا والانضمام لمجموعات داعشية في مختلف المدن التركية وبعلم المخابرات والأجهزة الأمنية التركية كافة. الصحيفة السورية تابعت سرد الوثائق التي أثبتت إحداها أن سلطات نظام أردوغان أفرجت عن عمر دينيس دوندار وهو منفذ أحد التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في أنقرة يوم السبت الماضي، وأسفر عن مقتل نحو 100 شخص وجرح العشرات. وكذلك عبد الرحمن ألاغوز وهو منفذ الهجوم الإرهابي الذي وقع في بلدة سروج التابعة أو في بلدة سروج في تموز الماضي. وأشارت الصحيفة إلى الإفراج عن 3 إرهابيين آخرين منتسبين إلى تنظيم داعش الإرهابي، على الرغم من أنهم ما زالوا ملاحقين من قبل مديرية الأمن بعد الأخذ بإفاداتهم، وذلك على ذمة إعادة محاكمتهم. مشاهدينا أما الآن نذهب إلى صور بين الواقع والسخرية منه في الفقرة التالية. مشاهدينا لرسائلكم وتعليقاتكم نرجو متابعة صفحة البرنامج على الفيسبوك. القلم الصحفي قال كلمته لهذا اليوم. أشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.